للنفاق أوجه كثيرة، فيها الذكي المضارب والذي يصل إلى أهدافه دون أن يثير الجلبة، وفيه الفاقع اللون المباشر والمثير للإشمئزاز في صفقته. لا شيء يتفوق في النفاق السياسي أن ترفض اتفاق إبراهيم بين الإمارات وإسرائيل، وأنت غارق للنخاع في حب تل أبيب، وأنت لم تبقي على شيء إلا وارتكبته معها. أدخلت بيريز إلى دولتك ومكنته من اختراق جزيرتك، صنت أمن إسرائيل برواتك التي تبتزك حماس لتدفع فتتوقف هي عن إشغال تل أبيب. وما يزيد السخرية في مسلسل النفاق السياسي أن يهدد أردوغان الإمارات بسحب سفيره بسبب الاتفاق. جرعة نفاق وعبث وغباء سياسي ضخمة تلبست عقل أردوغان. لديه سفارة إسرائيلية في عاصمته أنقرة وقنصلية في إسطنبول، منغمس في تعاون عسكري مع الجيش الإسرائيلي، مندمج في صناعات عسكرية مشتركة، متمتع بسياحة ذات اتجاهين وطائرات مليئة بين تل أبيب وإسطنبول، ولا ننسى تعاون تجاري زاد عن عشرات المليارات من الدولارات، والذي قد لا يدهش من هكذا رؤساء ابتليت بهم بلادهم أنه وهو من وقف ينتفض نفاقا وكذبا ضد اتفاق الإمارات وإسرائيل، قد سالت دموعه يوما فوق قبر هيرتزل مؤسس الصهيونية أثناء زيارته بإسرائيل. هل يتذكر أردوغان أن صديقه الإخوانجي مرسي هو أول من خاطب رئيس وزراء إسرائيلي بالصديق العزيز؟ مرسي حبيب أردوغان والذي يبكيه في كل خطاب، قال يوما في لندن أن إسرائيل دولة معترف بها من 183 دولة وأنه لن يخرج عن الإجماع الدولي. ليدع أردوغان فقد ملت الناس من نفاقه وتضارب مواقفه السياسية، ودعونا نمر على الصغار. من زمان أنه أيضا يجب أن تكون هناك علاقات واضحة مع إسرائيل، ويجب أن يكون هناك سلام مع إسرائيل. حينما يأتي رئيس الموساد للدوحة ويرغمها على دفع مال لحماس، فهل هذا تعامل مع إسرائيل وتعاون وعلاقات أم لا؟ حينما تقول قناة الحمدين بلسانها الإنجليزية أن الاتفاق ممتاز وبلسانها العربي هذا اتفاق سيء، فهل هذا ليس بعينة فاخرة للنفاق والكذب والدجل السياسي؟ هل يذكرون أن حمد بن جاسم قد طالب بعلاقات مع إسرائيل، لكن حينما وصلت الإمارات مع إسرائيل للاتفاق برم الحمدين 180 درجة وصار السلام خيانة. سيده حمد بن خليفة ردد مرارا: نحن في قطر علاقتنا مع إسرائيل واضحة وليست تحت الطاولة. أولا إحنا علاقاتنا مع إسرائيل علاقات واضحة، إحنا ندعم عملية السلام. يا ترى ماذا سيقول عن اتفاق إبراهيم الآن؟ هل هناك وضوح وشفافية أكثر من ذلك؟ لكن الفرق أن هكذا اتفاق منع كارثة ضياع أراض عربية، بينما كل ما فعله الحمدين هو أنهم أصبحوا صرافا آليا للموساد. يا للنفاق والبجاحة والكذب المفضوح، يا للعشق والغرام معلفني ثم التبجح بأن من يقيم علاقات مع إسرائيل خائن لأمته. دعوني الآن أعرج على أولئك الذين يعتبرون ما حصل من اتفاق خيانة، وأسألهم: خيانة لمن؟ أليست الدول لديها حقوق سيادية؟ لكن بالله عليكم سؤال بسيط: من استطاع من العرب والعجم إيقاف قضم 30% من أراضي الفلسطينيين بجرة قلم؟ من الذي قلب الطاولة على الصفقات المشبوهة تحت الطاولات والآن يتعامل مع الواقع السياسي والملفات الشائكة بجرأة ووضوح؟ من الذي إذا أراد صنع سياسة يصنعها بشفافية دون تلاعب بالحقائق وكذب وزيف؟